ويمتص الضغط المسلط على روسيا، الصين ستحاول أن تحدث بعض الإجراءات التي تربك المشهد وتمتص الضغط. يعني أن الصين أيضا لها طموح وهي التنين الخطير القادم، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في خطر شديد. وهنا نربط أيضا أن الحديث عن إيران، حتى هنا سأربط بإيران. إيران عندما تم السماح لها بالبقاء والاستمرار وبقاء حزب الله والحوثيين وإلى آخره، كان مرتبط لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط في إطار الناتو السني، بحيث أنها تتفرغ لهذا الخطر القادم من الصين ومن روسيا. بمعنى أن لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تظل قلقة من منطقة الشرق الأوسط على أن يكون هنالك سلام وأن لا يكون هناك صراع، وهي حليف استراتيجي والحفاظ على جغرافيا النفط. لذلك كل هذا مترابط، بمعنى أن إسرائيل ستخفف الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريدون الآن، هناك تطبيع باتجاه إسرائيل، هناك من نوع من ليس تطبيع وليس هناك تنازلات يعني مخزية من بعض البلدان العربية التي تقدم يعني كثير من التضحيات لأسباب ذات علاقة بالسلطة، مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفرغ إلى أماكن أخرى، ولهذا تخلت عن المملكة العربية السعودية في دعمها الاستراتيجي والعسكري.